متابعينا عبر قناة دبي ريسنجا الناقلة لسباقات المرموم والميدان الذكي. نسير مع البداية والمركز الأول الذي من خلاله تندفع وتنطلق هذه الأبكار بشعاراتها المعروفة وشعاراتها المعهودة في ميادين السباق. المركز الأول تتقدم الشاهينية من هجن العاصفة حيث تسير إلى أول مراكزنا وأول انطلاقاتنا الصباحية مع هجن العاصفة وبتضمير غياث الهلالي. بينما المركز الثاني وصلت من خلاله في هذه اللحظات هجامة تحتل المركز الثاني، تعود ملكية هجامة لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عملية التضمير لدى مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وننتقل مباشرة إلى الحذرة من تحتل المركز الثالث، الحذرة لهجن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يضمر الحذرة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الرابع وصلت الشاهينية الأخرى لهجن العاصفة تتسلل إلى المركز الرابع، بينما في التضمير ياتي المضمر غياث الهلالي. والمركز الخامس نصل مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات الى عسيله لسمو الشيخ خليفه بن ذياب بن سيف ال نيان. المضمر الصادق فضل الامين وشعار هجن الرياسه يتدخل على المركز السادس هنا مع الواعيه وبقياده المضمر احمد بن مطر بن مايد الخيالي. بالمركز السابع انتقل الى الشاهينيه من هجن العاصفه المضمر غياث الهلالي سابعا، بينما المركز الثامن هذه اللي وصلت شديدة تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن سيف بن خليفة آل نهيان. عملية التضمير لدى المضمر سعيد بن مبروك الوهيبي يحتل المركز الثامن في هذه اللحظات. تاسع المراكز وصلت الآن المسك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان في التضمير. وجود تحتل المركز العاشر لهجن الرياسة. يضمر وجود أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. هذه النتيجة أيها الحبل الكريم للمراكز المتقدمة، للمراكز التي تنطلق مباشرة إلى التنافس والتحدي في ميدان السباق. ولكن عودة إلى البداية، عودة إلى التحدي، عودة إلى منطقة الأمان الأولى والمنافسة الأولى. الشاهينية لا زالت مسيطرة منذ بداية الانطلاق. شعار هجن العاصفة لا زال مع البداية حيث استفتح أول الأشواط الصباحية الباكرة في هذا اليوم مع الشاهينية. هنا تسير الشاهينية الأخرى لتنافس من جديد وتحتل موقعها الثابت والمعهود. هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، بينما المركز الثاني هذه مشاهدين الأعزاء هجامة تحتل المركز الثاني. هجمات كبيرة وهجمات سريعة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري. لكن ينخطف هذا الموقع، ينخطف من قبل الشاهينية لهجن العاصفة من جديد. تأتي أخرى هنا في المساندة والمقارعة مع الكبار والمضمر غياث الهلالي، بينما المركز الثالث الواعية 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 لهجن الرياسة. هنا الشعار الحمر الخطر مر وعبر بقيادة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يحتل الآن المركز الثالث. والكيلو الأخير الكيلو الخطير تحركت من خلاله أمواج هذا الشوط تتلاطم بين الشاهينية وبين الواعية، بين شعار العاصفة وشعار الرياسة. ولكن لا زالت العاصفة في مقدمة الشوط بقيادة الشاهينية وشواهين بالمراكز الأولية، المراكز الأولية اللي تسيطر وتحكم قبضتها على البداية والتنافس الأول. الله، شواهين العاصفة تطير تحلق في سماء المرموم، تحلق في سماء المراكز الأولية. المركز الثاني هناك الواعية لهجن الرياسة بقيادة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. ولكن شواهين، لكن الشواهين العاصفة راحت إلى التحدي، راحت إلى المنافسة. هذه الشاهينية، الشاهينية من هجن العاصفة راحت.
طلعت والعصا والعصا في البطان، العصا في البطان ما شاء الله تبارك الله. اندفاع تلقائي جميل من الشاينية لهجن العاصفة حيث تنطلق، تستمر بالانطلاق، تستمر بالتحدي في هذا التحدي الصباحي الجميل مع بداية موسم حافل بإذن الله بالنتائج المشرفة والانطلاقات الجميلة. هذه الشاينية لهجن العاصفة للمرة الثانية، تحية واحترام والسلام لهجن العاصفة وشعارها الدائم في الانطلاقات وفي المنافسات. تهانينا لهجن العاصفة ومالكها على هذا الفوز. المركز الثاني الواعية لهجن الرياسة، المركز الثالث شواهين من هجن العاصفة، المركز الرابع تصل هجامة لسمو الشيخ راشد الحمدان برايد المكتوم، المركز الخامس هجر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم حيث تحتل المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان الإبداع والاستمتاع من خلال الانطلاقات في هذا التنافس. عودة إلى التوقيت الزمني، الشاهينية حيث قطعت المسافة في 6 دقائق 10 ثواني بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار، والتهنئة إلى المضمر غياث الهلالي حيث كان التنافس والتحدي الجميل. 6 دقائق 12 ثانية بالوفاء والتمام. الواعية لهجن الرياسة احتلت المركز الثاني ومع الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الخيالي، بينما المركز الثالث كان التحدي كذلك من الشاهينية لهجن العاصفة. والتوقيت الزمني 6 دقائق 16 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، منذ قليل ينطلق الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للإذاع الجعادين المحليات العصاي. الانطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمنى